الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أنزل الله عز وجل عليه الإنجيل، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. من أمه؟ إنها سيدة نساء العالمين التي اصطفاها الرب عز وجل على نساء الدنيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد، بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل، فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل، فإذا بهم يصلون إلى فلسطين وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه، ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم، لكنها دعوة أم مريم. وإني أعيذها وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم. أعاذها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها، ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال، ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم أنبئك ما الذي أكلته في بيتك وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام، ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث، حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم.
وأمه أرادوا قتلهما، فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي، اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن، ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل. فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لم تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم وقالت له: يا نبي الله، سل الله أن يعيدني مرة أخرى وألا أذوق كربات الموت مرة ثانية. فدعا الله لها، وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير، ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات، كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به، آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم لا يبالي
بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبال عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول، ومبشرا برسول يأتي من بعدي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم، نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية، أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سألهم عيسى بن مريم، قال لهم: وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا: قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم: اتقوا الله، ماذا تريدون؟ قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيموا شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل، لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا: نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل. وإذ قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم